هنا المجهود الجيد للاعب عمر النجري، يتمكن من مراوغة مجموعة من اللاعبين. جاء دور اللاعب بالبكري بوحوت ويتمكن من هزم الحارس بالي ويسجل الهدف الثاني اللي صرح فريق الرجاء البيضاوي. إذن فرحة أنصار فريق الرجاء البيضاوي وفرحة أيضا اللاعب عمر النجري بهذا الهدف الذي سيبقى خالدا في ذاكرة اللاعب عمر النجري والرجاويين. إذن نتيجة مسجلة هدفان مقابل